الاول سهريه رمضان، نتصور راهو برشا منكم يحبوه وزيد برشا منكم طلبتوه مني، اللي هو القرنغزيل والا زيد نسميوه محشي تطاويل. وكما العاده والعويد باش نعطيكم طريقه سهله ومبسطه ويجيكم بنه على بنه. دونك اقعدوا معايا وما تمشيوش بعيد. وأول حاجة باش نبدأ بها هي العجينة. باش نستحقوا 400 غرام فارينة، عليها ربع مغرفة صغيرة خميرة مرتبات تجينا بالضبط 2 غرامات، 40 مليلتر زيت نباتي، نجمو راهو تعوضوه بزيت زيتونة، وديما على 100 غرام فارينة ناخذو 10 مليلتر من الزيت. بالنسبة للمي لازم يكون دافي، وعينكم ميزانكم حتى لين تتكون معانا عجينة متماسكة، وبالطبيعة رشة صغيرة ملح. اول حاجه حطيت الفرينه الكل، ضفت عليها الخميره ورشه الملح، ونخلط النواشف هذوكم الكل مع بعضهم لين يتمزجوا بالباهي. انضف عليهم توا الزيت، بالطبيعه نحطوا الكميه كامله، وباش نبسسوها توا بالطريقه هذه نلموا كل شيء ونخدموها بيدينا، لازم الفرينه الكلها تتبل بالزيت. ماذا بكم تعملوها هكية بين يديكم وهكيكة تتبسس أحسن. ونضيف لهنا توا الماء دافي تدريجيا بالطبيعة، ما تحطوش الماء ديريكتومون من اللول، سينو راهي تجيكم جارية، دونك ردوا بالكم هكا بشوية بشوية حتى لين تبدأ تتكون معاكم عجينة متماسكة. ديجا أنا في كل مرة نضيف شوية كما تراو ونعجن. وكما تراو العجينة كيفاش لميتها بيدي وخدمتها هكية شوية، ومن بعد نهز نحطها في الماكينة تتعجن على راحة راحتها مدة 10 لـ 15 دقيقة، المهم تتعجن بالباهي وتولي طرية، سينو بطبيعة نجمو راهو تعجنوها بيديكم، عجنوها مليح مليح لين تطرى بالكدا. وكما تراو القوام متاعها كيفاش يكون. جبت لهنا بابي سيلوفان باش نحط عليها اكل العجينه هذيك ونغطيها مليح باش ما تعمل شكل كوش الخايبه من الفوق وزادة ما تشيحلناش. دونك باش نخليوها على جنب ترتاح ساعه ساعتين على قد ما ترتاحوها على قد ما تكون خير. دونك ماذا بيكم من 4 سوايع فما فوق، لكن انا الحقيقه رتحتها كان ساعه كهو خاطر نعملكم في الفيديو. باش نتعداو توا نحضروا الحشو. دونك خديت لهنا 150 غرام لوز بقشورو كيما تراو، عليها 100 غرام جلجلان هذا يكون اسمر مش الاخر الابيض، مغرفه كبيره نتاع سكر، وشويه ماء زهر اذا كان عندكم عطرشيه يكون احسن اكيد، لكن متوفر عندي الماء زهر. بالطبيعه نبداو اول حاجه باللوز. دونك حطيته لهنا نعرجه على النار، تنجموا تحطوا في الفور يتعرج، سينو انا هكايا اسهل لي وفيسع فيسع باش هكاكا يطيب لنا ويكون اموره واضحه. ونفس الشيء بالنسبه للجلجلين، لكن من با معطى شويه اكهو، ردوا بكم تخليوه لين يحمر برشا. وهذه اللوز نتاعنا احضر كيما تراو وزيدة الجلجلين. المرحله اللي من بعد نحطوا اكل اللوز هذاك الكل باش نرحيوه جوست دوبه من هرشوه، سينو تنجموا تحطوه في ساشي وتضربوه بالمهريس تهرشوه جوست شويه ما تخليهوش يولي بودغ. وهذه اللي تحصلنا عليه كيما تراو الكل مهروش ويبدا فيها كيا كعب كبار. حطيت توا اللوز الكل، نضيف له كجرجلين والسكر، وبالطبيعه نبداو نزيدو في الزهر تدريجيا. وعلى فكره راهو حتى من جرجلين جوست كي ريحته شويه اكهو مرتين ما خليهوش برشا يرتاب يعني. وضفته توا للخليط ونضيف عليه الزهر ونخلطه هكيك حتى لين يتماسكوا مع بعضهم، وريحه الزهر ما شاء الله ياسر تفوح. وهذا الخليط اللي تحصلنا عليه. نتعدي توا نحضر الشحور. خديت لهنا 300 غرام سكر، عليها 300 مليلتر ماء، ومغرفة كبيرة قارس. نحط الكمية كاملة نتاع السكر، نضيف عليها الماء يغمو الكل بالطريقة هذية باش ما يقعدش على جنب وما يتحرقش.
نخليه حتى لين يتغالى كومبليتمون، ومن بعد نضيف له القارص ونخليه يطيب في قلب عقله. وبالطبيعة من بعد جبت العجينة متاعي وباش نقصها على اثنين باش تسهل عليا الخدمة الكل. كما قلت لكم انا راني الحقيقة ما رتحتهاش برشا، راهي على قد ما ترتحوها على قد ما تطوعكم احسن وتجيكم ديجا خير برشا. انا من باسوعة كهو وخدمتها لكم، لكن ما شاء الله جت النتيجة ياسر حلوة. دونك نحلوها هكي بالقلقال، نخليوها بالطبيعة جويدة لازم تكون الباد، ونستويها من اللوطة بالطريقة هذه، ونبدا نضيف فك الحشوه نتاعي بالطريقه هذه. دونك تكفيني ديجا الكعبتين، ومن بعد نلويها هكايا واحده واحده بشويه بشويه. وتتلوي معاكم سهله، راهي الطريقه ما فيها حتى شيء. نحاولوا ندخلوا كل الفاكهه الكل الداخل ونسكروا عليها، ننزلوا عليها مليح باش تسكر بالباهي. نفس الشيء بالنسبة للكعيبة الأخرى، نجيبوها بالطريقة هذه، ندخلوا الفاكهة الكل ونسكروا عليها بالكدي، ما تخليوهاش محلولة سينو راهي من بعد تحل لكم. وتوا نحي الزيت الكل ونعملها على شكل هذه. وهذه الكعبات متاعنا كي حضروا، بيان سور حطوا كي شويه فرينه في بلاتو وحطوهم فوق باش ما يلصقوش. وتعديت من بعد الطرف هذيك ديجا، نكمل النحي الشطر هذايا تستغلوها ونكملوا كل شيء بنفس الطريقه. نحط الفاكهه هذيك هكايا على جنب ديجا لهنا، حبيت نقرب لكم ونوريكم كل شيء بالتفصيل باش تراوها في الباهي. دونك ندخلوا كل الفاكهه بالكدي ونسكروا عليها مليح. ما شاء الله ريحه الزهر والزهر قديش هكا يعطي ريحه ومطعم بنين برشا. وبالطبيعه نستويها بالطريقه هذه، وما شاء الله الكعبات متاعنا حضروا. وجبت من بعد شطر نتاع العجينه الاخرى بنفس الطريقه، حليتها بالباهي. وكيما تراو السمك نتاع العجينه كي نحلها ما تكونش خشينه وما تكونش ياسر جويده، دونك هكا ردوا بكم تجودوا فيها برشا. وكملتهم هكيكا. من بعد جبت الكعبه الكل وجبت كوردون، وباش نبدا ننقب فيهم بالطريقه هذه من الفوق ومن اللوطه، ومن بعد نخليهم يرتاحوا مده 30 دقيقه حتى لين يشيحوا كومبليتمون. وهذيك السر اللي يخلي الكرنغزيل يجينا يتقرمش من برا. وبالنسبه للسر الثاني، بعد ما يرتاحوا كي نحطوهم في الزيت لازم الزيت ما يكونش سخون برشا، يعني يكون هكايا متوسط، يعني مش بارد برشا ومش سخون زيده. وكي طيبوه طيبوه على نار هاديه على الاخر. دونك طيب ديجا الكعبات الاولانيين، وزيده كملت طيبت الكعبات الثانيين كما ترى. وبالطبيعة كل ما يطيبوا تحطوهم ديريكتومون في الشحور. بالنسبة للشحور يكون بارد، والكعبات بيان سور نخرجوهم ديريكتومون سخونين. وعلى فكرة بالنسبة للشحور ما خليتوش يكون سائل برشا، وفي نفس الوقت ما خليتوش يعقد برشا، دونك فيها كالتعليكة، لكن في نفس الوقت ما يكونش ياسر يتعلق، عرفتوا؟ دونك يجيكم ياسر بنين. وفوالا ديجا النتيجة ما شاء الله وتبارك الله، جاوك عايبات يعمل كيف حليتلكم هوني باش تراو على عينيكم بنة على بنة وياسر يشهي ما شاء الله. ان شاء الله تكون عجبتكم الفيديو متاع اليوم. قولوا لي في كومنتير شنو رايكم، نستنى تشجيعاتكم كما العاده. وتوا نقولكم شهية طيبه.